خلينا نبتدي بقى كده الاول ونطمن على فريق النادي الاهلي قبل مباراه اليوم، ونروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي المتواجد في مقر اقامه الفريق قبل التحرك مباشره لاستاد الاهلي والسلام. يا فاروق برحب بيك، اهلا بيك. كل التحيه ليك زميلي العزيز امير هشام، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق، قول لنا كل الاجواء واخر استعدادات النادي الاهلي قبل مباراه اليوم الهامه والقويه جدا امام الاتحاد السكندري. بالفعل زميلي العزيز امير، زي ما انت قلت، مباراه هامه، مباراه قويه، واحده من المطبات الصعبه لفريق النادي الاهلي في مشواره نحو الدرع رقم 43 والحفاظ على اللقب للمره السادسه على التوالي. مباراه مهمه جدا، طبعا انت عارف ان اخر مباراه جمعت ما بين الفريقين في كاس مصر في الدور قبل النهائي انتهت مع الاوتار الاخيره والدقائق الاخيره بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. طبعا الفريقين كتاب مفتوح لكل فريق، كتاب مفتوح بالنسبه للفريق الثاني، سواء النادي الاهلي بقياده مستر بيتسو موسيماني، النادي الاتحاد بقياده الكابتن حسام حسن. يعني نقدر نقول يا امير مع عوده مستر بيتسو موسيماني بعد تعافيه من فيروس كورونا وقيادته لتدريب فريق النادي الاهلي، طبعا عقد اجتماع مطول مع اللاعبين وافراد الجهاز الفني بالامس للحديث يعني عن اهميه الفتره والمرحله القادمه، وايضا على اهميه هذه المباراه والتحدث في كافه الايجابيات والسلبيات الخاصه بالمرحله الماضيه، وايضا الوقوف على اهم مفاتيح اللعبة في نادي الاتحاد السكندري. يعني عقب الاجتماع طبعا اعلن القائمة اللي بتضم 22 لاعب يخوض بيهم هذا اللقاء. طبعا تقدر تقول يا امير النهارده النادي الاهلي مش هيبقى فيه تغيير كبير جدا في التشكيل بتاع النادي الاهلي، ممكن يشهد النادي الاهلي عوده علي معلول او ايمن اشرف. طبعا اللقاء الاخير او المباراه الاخيره للنادي الاهلي امام فريق سونديب في ظل غياب مركز 10 في النادي الاهلي ممثل في محمد مجدي قفشه وناصر مار، النهارده بيعود وليد سليمان. هل من الممكن مستر بيتسو موسيماني هيكمل بثلاث ديفندرات في نص الملعب سواء حمدي فتحي وديانج واكرم توفيق، ام هيدي الفرصه من بدايه اللقاء لوليد سليمان؟ طبعا كلها امور فنية. النهارده لو هنتكلم على كواليس اليوم الخاصه بفريق النادي الاهلي، النهارده امير تناول لاعبو النادي الاهلي وجبه الافطار في تمام الساعه 9:30 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 1:30 ظهرا. يعني عقب وجبه الغداء كان في اجتماع مطول ما بين الكابتن مستر بيتسو موسيماني والكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ وموسي محلل الاداء وكيفن جونسون. يعني كان اجتماع استمر لاكثر من 25 دقيقه عقب وجبه الغداء. يعني طبعا انت عارف مستر بيتسو موسيماني واحد من المديرين الفنيين اللي بيميل للنقاش طبعا مع افراد الجهاز الفني، بيدي طبعا مبدا النقاش ويفتح باب المناقشه للوقوف على كل كبيره وصغيره خاصه بالفرق المنافسه. ثم كانت المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني في تمام الساعه 4:00 امتدت لاكثر من نصف ساعه، امتدت في الساعه 4:00 انتهت في الساعه 4:35. طبعا مستر بيتسو موسيماني انت عارف يا امير ان هو بيدي فرصه طويله ووقت طويل ان هو يتكلم مع اللاعبين ويشرح كل كبيره وصغيره خاصه بفريق النادي الاهلي، اقول بالفرق المنافسه. المغادره هتكون خلال دقائق من الان يا امير، الفريق هيتوجه لاستاد الاهلي والسلام لمواجهه فريق الاتحاد السكندري. طبعا الاتحاد المصري كان اعلن طاقم تحكيم لقياده هذا اللقاء بقياده الكابتن جهاد جريشه حكم الساحه، يعاونه محمد محمود لطفي مساعد اول، سيد نافع مساعد الثاني، والحكم الرابع هشام الفلال، اثنين للفيديو محمد عادل ومحمود ناجي. اقول لك ان النادي الاهلي النهارده بالزي الرسمي للرداء الرسمي للنادي الاهلي احمر ابيض احمر، بينما نادي الاتحاد هيظهر بالزي الاخضر بالكامل. انا موجود معاك امير لو في اي استفسار او اي تساؤل. طيب فاروق، انت كنت متواجد مع الفريق في رحلة النايجر، وكان معروف ان المفروض الاهلي هيلاعب الزمالك النهاردة طبقا لجدول الدوري، لكن وانتوا هناك تم تعديل المباراة وبقت مباراة الاتحاد المؤجلة هي اللي تتلعب النهاردة في اسبوعها الثالث بشكل طبيعي جدا. فبالتالي من خلال تواجدك مع الفرقة، انت هل استشفيت اي تغير في استراتيجية استعداد النادي الاهلي للمباراة المقبلة مع اختلاف الاسمين زمالك واتحاد، والاثنين طبعا فرقتين كبار ولهم جماهيرية كبيرة وعريضة ومباراتين مهمين، لكن انا بتكلم في برنامج التدريب الخاص بالنادي الاهلي والاستعداد. احنا دايما بنبقى عارفين مباراة القمة بتبقى ليها استعداد خاص في كل الاحوال، هل انت لاحظت اي تغير في استراتيجية استعداد النادي الاهلي للمباراة المقبلة؟
يعني هاخد من كلامك زميلي العزيز امير، وانت كنت واحد من يعني زملائنا طبعا المتبرسين وعارف طبيعه النادي الاهلي. يعني انا كان ليا كلام مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان يعني عقب نهايه لقاء سونديب، ويعني بعد ما علم كابتن سيد عبد الحفيظ بتاجيل اللقاء يعني قال لي احنا في كل الاحوال وفي كافه الامور احنا كنا مرتبين كل تجهيزاتنا خاصه بمواجهه نادي الزمالك. يعني كان من ضمن القرارات ومن اهم القرارات كان موضوع استخدام طائره خاصه، ده كان الهدف برضو منه ان هو اراحه البعثه وتوفير وقت كافي للاعبين قبل مواجهه نادي الزمالك. اقدر اقول لك ان هو نفس السيناريو نفس البرنامج اللي كان النادي الاهلي وضعه لمواجهه نادي الزمالك هو نفس البرنامج اللي يعني اللي وضعه ايضا لنادي الاتحاد. تعرف ان النادي الاهلي يعني كل مباراه بيدخلها لاعبي النادي الاهلي او الجهاز الفني زمالك اتحاد اسماعيلي كل الفرق كلها واحد، النادي الاهلي طبعا مطالب بالثلاث نقاط. لكن نقطه مهمه جدا يا امير عايز اقول لك ان مفيش اي اختلاف، نقطه مهمه مفيش اي اختلاف طبعا عن البرنامج التدريبي للنادي الاهلي سواء لمواجهه الزمالك او الاتحاد. يعني كانت برضو من الامور النادي الاهلي انت عارف النهارده بيستعيد طبعا حسين الشحات بيستعين مروان محسن بيستعيد وليد سليمان كلها امور مهمه جدا طبعا انت استمرار غياب رامي ربيعه والسوليه ومحمد مجدي قفشه، لكن تقدر تقول يعني الوقت الكافي ادى وقت كافي للنادي الاهلي ان شاء الله خلال فتره قدم ان يستعيد هؤلاء اللاعبين. لكن نفس البرنامج نفس الروح. يعني عايز اقول لك برضو نقطه مهمه جدا يا امير، حتى انا يعني لما استوي اتكلمت فيها مع الكابتن سيد عبد الحفيظ لاعبي النادي الاهلي يعني اثناء يعني مرافقتي للفريق في رحله النيجر وملاقات فريق سونديب، تبص يعني ملامح وجوه لاعبي النادي الاهلي يا امير ما تحسش ان ده الفريق اللي لسه واخد بطوله من كام يوم، مش ده الفريق اللي لسه واخد بيحتفل بالفوز بالثلاثيه بدوري وبطوله افريقيا بكاس مصر. حاله انت عارف يا امير حاله الطموح اللي عند اللاعبين، حاله التركيز اللي عند لاعبي النادي الاهلي، دايما اللعيبه بتركز ان انا مطالب. يعني انا كان ليا حديث ايضا مع بدر بنوني يا امير واتكلم قال لي قبل ما اجي النادي الاهلي انا جاي لفريق ونادي انا عارف ان انا لو داخل 10 بطولات انا مطالب بال10 بطولات طبعا. عارف ان انا جاي لجماهير هدفها دايما البطوله، والكابتن سيد يقول لي احنا قدرنا في النادي الاهلي احنا الكره عندنا مكسب وفوز. فانا عايز اقول لك ان حاله التركيز اللي عند اللاعبين، احساس اللاعبين بقيمه المسؤوليه، احساس اللاعبين طبعا بالتتويجات اللي بتتتالى على النادي الاهلي. بالامس يا امير وتتويج النادي الاهلي بجائزه جلوب سكر واحد من الجوائز طبعا اللي طبعا يعني النهارده كانت مثار حديث ما بين اللاعبين، قيمه ومكانه النادي الاهلي يا امير. يعني لمسناها في الحديث مع اكثر من لاعب، ايضا مستر بيتسو موسيماني كان سعيد جدا بهذا التتويج وقال ان انا سعيد جدا ان انا جزء من هذا الكيان وجزء طبعا من وصول النادي الاهلي لهذه المكانه. ايضا كان ليه حديث مع ميكيلي مدرب حراس المرمى وقال انا سعيد جدا يعني حتى الخبر وال يعني فيديو تسلم الكابتن محمود الخطيب لهذه الجائزه يعني كان ارسل هذا الفيديو لكل احبائه واسرته. يعني عايز اقول لك حاله السعاده اللي عند الجميع بتتويجات النادي الاهلي شيء يا امير بيشعرنا احنا بالفخر ان احنا بننتمي لكيان عظيم اسمه النادي الاهلي. هو الانتماء للنادي الاهلي شرف كبير يا فاروق في كل الاحوال، بالتالي انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي كان معانا من مقر اقامه الفريق قبل تحركهم في اتجاه الاستاد الاهلي والسلام قبل مباراه الاتحاد، وان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق فيها.